بيك الزمن دلوقتي 20 سنة لورا. شريف محمد بدر دلوقتي 2022، لو هيكلم شريف محمد بدر 2000 هيقول له ايه؟ شوف محمد هتقولي ايه؟ هو أنا اجتهدت وثابرت وأوحت أوي متأخر، يعني كنت اتجوزت وكانت الظروف المادية ضاغطة وفتحت بيت وعندي مسؤوليات، فابتديت أطور من نفسي، ابتديت أجري أخد الماجستير وأنا واخده من جامعة المنوفية، وكنت بس فاكر كنت بروح أركب من الموقف الجديد في الفجر والناموس كان بيهري اللي جايبني، كل التعب والصفا، وكان في وقت الثورة في 2011، كل ده أنا عملته متأخر. لو هرجع، لو ترجع بيا الأيام، فكل جهد بذلته وكل مثابرة سابرتها كان المفروض تكون من يوم day one في كلية الحب. أنا لو كنت عملت الجهد اللي عملته لاحقا، لو كنت عملته من اليوم الأول في كلية الحقوق، كان زماني مثلا ممكن أكون في مجال مثلا القضاء، وما كنتش بقى هبقى محامي وأديكوا القضاء دي كلها. هنا ان احنا نبدا بدري واشتغل على نفسك بدري من أول يوم. من اول يوم، وكون اهتم بتكوين عقليتك وشخصيتك القانونيه لان هو ده الاساس بتاعك، وما تستناش لحد ما تخلص وبعدين تبدا تتعلم تاني من اول وجديد، وخصوصا ان تحديات العمل والحياه بقت صعبه جدا بالنسبه لنا. ديك قلت انا اتجوزت فقعدت بتدور ما بين مطرقة السندان زي ما بيقولوا. انا عايز اعمل اي حاجه علشان اوفي التزاماتي، فازاي اطور من نفسي؟ صحيح. شريف محمد بدر، محامي بالنقد والدستورية العليا والإدارية العليا، المحكمة الدستورية. شكرا جزيلا لك بصراحة لاستضافتك لينا النهاردة. أنا بصراحة كنت متوقع نعمل حديث صغير مدته 20 نص ساعة، امتد لفترة طويلة جدا، لكن كنا نفسنا يبقى أطول من كده. نأمل إن شاء الله إنه يكون خفيف ظريف لطيف ويستفادوا منه أصدقائنا المحاميين. شكرا جدا لك. أنا سعيد جدا 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 ونورتني واستمتعت بالحديث بصراحة. شكرا لك. شكرا. حلقة جديدة إن شاء الله، وضيف جديد من ضيوفنا، ومجال جديد وخبرة جديدة من خبرات ومهارات القانون.